كاب اف ام الكلمة ليك. خدم اخدم 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 بابا اخدم تفضل يخدم بالجيش واللي يعيش باش يخدم. خدمني. اسمي فيصل محمودي، عمري 27 سنة، متخرج من 2012، مهندس في الإعلامية، متحصل على شهادة الهندسة في الإعلامية سبيسياليتي جيني لوجيسيال، ونحب نخدم في دوماني. أنا إنسان منضبط وخدام، وكانكم انتريسي ابعثولي على الإيميل متاعي mahmoudifaisal@gmail.com. مختار الشيباني، عمري 21 سنة، متحصل على شهادة في التصرف في الموارد البشرية، نحب على خدمة في اختصاصي نتقن 3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب قدرتي في التعامل مع العالمية والنت. تحبوا تخدموني اتصلوا بي على mukhtar.shibani@yahoo.com. عسلامة، أنا أمل بن مسعود، 23 سنة، عندي ماستر في بريس إلكترونيك، نحب نخدم في جريدة ولا في سيت ولا راديو، أي حاجة متعلقة بالصحافة الإلكترونية. كنت تحبوا تخدموني الميل متاعي amal.binmasoud@gmail.com. خدم TinyJobs.com, le portail de l'emploi numéro 1 en Tunisie, vous présente les offres de l'emploi du jour. Cyberphone Call Center recrute des téléopérateurs finables, sérieux et dynamiques. Vous êtes dans le financier. Qui est intéressé, avoir CV à leur recrutement à cyberphones.net. Recruit Systems, société allemande finable, recrute en chargé de recrutement, le ذكور فقط. يتقن الإعلامية، عنده دراية قانون الشغل وعنده une expérience d'un minimum de 2 ans. كانك intéressé, abatte CV à la recrutement à chst.com.tn. Centre Z cherche des commerciaux dynamiques et motivés. عندهم خبرة ودراية في مجال التسويق ويتقن اللغة الفرنسية. كانك intéressé, اتصل على 72 434 612. اخدم 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 بابا اخدم تفضل يخدم بالجيش واللي يعيش باش يخدم. خدمني. كاب اف ام الكلمة ليك.